طبعا احنا تشكلنا، كان في مشروع اسمه مشروع تواصل للاعلاميين، تشكل من خلال 30 طالب وطالبة. الطلاب هذول تم تدريبهم في عدة تدريبات، منها حشد وضغط ومناصرة، كيف الانتخابات، كيف النقابة، كيف هيكلية النقابة الصحفيين بشكل عام. وبعد ما تدربوا كل هالتدريبات عملنا انتخابات تجريبية. بعد ما عملنا انتخابات تجريبية عملنا انتخابات رسمية. أنا طالب إبراهيم محمد أبو عفش، طالب إعلام جامعة القدس المفتوحة. قدمت لنا نقابة الصحفيين الشباب الصورية عضوية لبطاقة نقابة الصحفيين، تسهل لنا المهام الصحفية داخل وخارج الجامعة، ونشكرهم على هذه البطاقة. إحنا بنحاول إن إحنا يعني نسعى قد ما نقدر إن إحنا نوفر أكثر عدد من الدورات، ونشرك أكبر عدد من الطلاب حتى يستفيدوا من هذه الدورة. وإن شاء الله طبعاً في الأيام القادمة هنعمل حفل مميز ونسلم فيه بطاقات العضويات لأعضاء النقابة، بالإضافة لطلاب الإعلام في جامعة القدس المفتوحة وجامعات الباقية.